السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ عرفتوا اليوم جيت نشارك معكم واحد التشكيله ديال جليليبات، جليليبات ديال العيد، شي حاجه هايده ديال الصواب ديال المناسبات، شي حاجه مزيونه ومتوله ومخدومه بالثوب ديال الكريب. شوفوا لي هاد الجلابه هادي اللي كتشوفوها حاليا كنشاركها معكم، هادي مطروزه بالطرش. شوفوا الثوب من تحت كيبين من هنايا، جات الزواقه مزيونه بزاف وجات انيقه، مخدومه بتريسنات رقاقين في اللون ديال الثوب، والقميص ديالها كيف لاحظتوا مخدوم بالرنده. وحاجه اخرى اللي بغيت نقولها لكم اولا نضيفها لكم، اللي هي بالنسبه لهاد الجليبه هذه كيف لاحظتوا عملت لها الموف من تحت، عملت لها هنايا شي حجيرات ديال الموف، ممكن نبدلوا اللون ديال القميص نعملوا مثلا شي لوين اللي مثلا على ذوقك انتينا، ماشي مشكل. شوفوا العنيق كيفاش كيجي من هنايا مجموع على هذا الشكل هذا، والثوب من هنايا بحال اللي قلت لكم كيبين، وجا مخدوم بالحجيرات اللي هما ديال بريسيوسا ومطروزه بالطرز، جات جليبه فنه وجات مميزه ديال بصح. عرفتوا الجليبه هادي عجبتني بزاف، والعقيده الجوها ديال حتى الارض لتحت كيف لاحظتوا جليبه هباويه كتجي انيقه بزاف. قولوا لي كيف جات. ودابا انا جبت لكم اللون اخر الثاني ديالها، هاد غوزان ديال عرفتوا كيف جا مباشره، جات فنه وعملت لها صفيفر من تحت. ممكن انكم تعملوا لها شي لون اخر بحال مخضر بحال المهم شي لوين على حسب الذوق ديالكم، ما كاينش مشكل. يعني ممكن اننا نبدلو اللون ديال القميص ونعملوا شي لوين اخر. عرفتوا جات جليبه مزيونه، اولا تخليوها هيدا على حسب كل واحد وشنو بغى، اهم حاجه هو اللوين من داخل يكون مفتوح باش هكذا كتجي بين الزواقه وكتجي بين بان الثوب كيبين. عرفتوا الرشيمه ديالها جات فنه وجات خطيره في الفيسا، مخدومه بتريسنات رقاقين العقيده بلديين، وبحال اللي قلت لكم فيها الحجيره ديال بريسيوسا، جليبه جات مطوله ومزيونه وبصح حتى مولاتها اللي غتديها وتلبسها في العيد. عرفتوا مين غتلبسها في العيد تجي مميزه وتجي مختلفه. اهم حاجه هو الاختلاف، قد ما كانوا عندك كانت عندك جلابه مختلفه قد ما كيكون عندك تميز في الحاجه. ودابا نشارك معكم هاد الجليبه هذه اللي جات في غوز بيبي، عندها القميص من داخل في الذهبي في البيج. شوفوا كيفاش جات، حتى هي جات مطوله جات فنه ومخدومه بالحجيره ديال بريسيوسا، تريسنات رقاقين الخديمه على حقها وطريقه. عرفتوا جليبه فنه والثوب بحال اللي قلت لكم كيبين، عرفتوا مخدومه هيدا مرشوشه شويش بالبيرلات، جات فنه في اللبسه ديالها كتجي راقيه بزاف. شوفوا عرفتوا جليبه مزيونه بالعقيدات بلدي. شوفوا لي هاد الجليبه هادي، هاد الجلابه مخدومه بالطرز ديال اليد وبالجوهر، حتى هي جات جليبه مزيونه، اللون ديالها كيفوج، اللون ديالها مزيون، مخدومه بتريسنات، ثوب طايح ديال الكريب، العقيده بلديين ومطروزه بالطرز ديال اليد وشويش ديال التمت. عرفتوا هاد الجليبه هادي جات كتحمق في اللبسه ديالها، جات مميزه وفي نفس الوقت كتحس بيها خفيفه ومزيونه. شوفوا لي طرز، شوفوا لي الطرز مع التنبات كيفاش جا، الطرز ديال الدويده داك العشيوش، وفيها الحجيرات ديال بريسيوسا، داك الحجيرات اللي مزيونين اللي كيجيو مميزين بزاف. شوفوا لي الطريزه كيفاش جات، الطريزه جات على هذا الشكل هذا، جات مختلفه والثوب بحال اللي قلت لكم الثوب طايح بزاف. ودابا جبت لكم هاد الجليبه هادي اللي جات مخدومه هيدا بالتنبات، جات مخدومه بالحجيرات مزيونين ديال الام جي بي، وجات مخدومه كامله باليد، توب ديال الكريب، اللوين ديالها الكرونه، ودخلنا فيها هاد غوز بيبي وهاد البيض، وهاد اللوين هذا واحد مخضر مزيون بزاف. دابا نصور لكم هيدا مقربه باش تشوفوها كيفاش كتجي اكثر. عرفتوا جليبه فنه جات مخدومه مزيونه، شوفوا قدروا تعملوا لها القميص، حيت انا عندي قميصات متوفرين في المحل، اللي بغى مثلا جليبه ويعمل معاها قميص ما كاينش مشكل، لكن هذه بياسه وحده اللي كاينه. وتا بالنسبه للجليبه اخرى اللي شاركت معكم دابا عاد شويش شويبي، حتى هذيك عندها القميص ديالها اذا بغيتوها بالقميص، يعني على حسب اللي بغيتو كاين متوفر عندنا. شوفوا شفتوا كيفاش جات مزيونه، جات مزيونه ومتوله، جات جليبه كتحمق. ودابا هنايا جيت نشارك معكم هاد الجليبه هذه اللي جات
اللوين ديال كورونا الخدمه جاتها نصطو لعقيده بلدين. وبالنسبه للطريزه شوفوا كيفاش جات هذا الطرز مزيون ديال رباطي ومرشوشه عيد شتيتو بالحجيرات جيني لي باش تفنى جا موديل ديالها مختلف. كيف لاحظتوا ممكن تلبس بوحده وممكن تلبس بالقميص. وكيف لاحظتوا الكتيفات ديالها طايحين حيت جليلبات اللي شاركت معكم قبيلاتي هذوك الكتيفات ديالهم واقفين، هذه لا هذه الكتيفات ديالها طايحين. شوفوا كيفاش جات مزيونه، شوفوا كيفاش جات متوله جليلبه فنه. تقدروا تعملوا لها هذا اللوين هذا وتقدروا تعملوا لها القميص مثلا في الخضيدر اولا في شي لوين وتلبسوها مع الشال على حسب اللي بغيتوا. انا عملت هذه السبينيه هذه ديال الحرير اللي تمشات لي تقريبا مع جليلبات كاملين. ايوا صافي هادشي ما كان، شفتي جليلبه. وبالنسبه للتوصيل كاين جميع المدن وجميع الدول، يتواصلوا معنا على جوج الارقام، وحده ديالي وحده بنت معايا، وكنوصلوا لاي مدينه واي دوله مرحبا بكم. شوفوا لي هاد جليلبه هادي اللي جات بالكحل، عرفتوا جات فنه في اللبسه ديالها، جات كتحمق. انا بعدا كيعجبني الكحل بزاف لواحد الدرجه كبيره، ضروري ما تجبر عندي واحد 4 5 جليلبات من الكحل في العام ضروري. شوفوا لي جليلبه جات مخدومه كامله باليد، جات جليلبه مزيونه، خديمه ديالها متقونه. شوفوا لي هاد الحجيرات هادو اللي دخلت لها في الخديده، عرفتوا كيفاش طلعوها كتحمق. هادو الحجيرات ديال اللوح، داك الحجيرات اللي مزيونين ومخدومه كيف لاحظتوا كامله بالرنده. جليلبه مزيونه بزاف وجات فنه في اللبسه ديالها، كتجي كلاس. وما عرفتي انا كنرتاح في الكحل، هذاك الشيء كيعجبني دائما. كي عندي هو سبحان الله العظيم هو اللون المفضل اللي هو هذا اللون في الكحل. شوفوا لي هذه الجلابه هذه، شوف هذه الجليلبه هذه، هذه جليلبه في الكحل توب ديال المليفه ماشي ديال الكريب، وداك المليفه اللي محفره اللي فيها بحال شريطات، وكاين بحاله مليفه حسبيه. هذه الجليلبه هذه شوفوا لي الكميمات ديالها كيفاش مخدومين بهيدا بالتنبات، وجات مخدوم فيها التعصب باليد. شوفوا كيف جات، ومن هنا جات غير دبيبينه هيدا خفيفه، ومن هنا يعاود واحد الزويقه خفيفه. عرفتوا كيف جات كتحمق مزيونه هاد الجليلبه هادي. حتى انا عندي وحده بحالها حيت شد بصح عجبتني، وخصوصا انها جات متوله ومزيونه وفي نفس الوقت خفيفه. ما هي خفيفه ما هي عامره، حيت جاوها التعصب باليد هيدا في الكميمات. المهم جات جليلبه مزيونه عجبتني بزاف حبيتها. اي واحد بغى شي جليلبه من هادو يتواصل معنا في هاد الارقام اللي كاينين حاليا. شوفوا لي هاد الجليلبه هادي اللي جات في الاورنج، اللوين ديالها جات منبته هيدا التنبات خفيف، فيها الزمرد وفيها التنبات ديال ام جي بي وفيها التنبات ديال بريسيوسا. جليلبه جات فنه، التوب ديالها ديال الكريب مخدومه بتريسنات رقاقي، الطاي شويش كبيره كبيره عليا، فيها الاكس ال تقريبا حتى دوبل اكس ال. شوفوا كيفاش جات، وعاد ممكن انك تلبسها هيدا بوحده وممكن تلبسها بالقميص ديالها. شوفوا لي القميص ديالها هو هذا، شفتوا كيفاش كتجيب القميص. ممكن انها تلبس بوحده بحال اللي قلت لكم، وممكن انكم تلبسوها بالقميص، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي مزيونه. شفتوا كيجي مفتوح هيدا، كيجي شي مشدود. وحاجه اخرى واحد الاضافه اللي بغيت نضيفها لكم هو ان هذا القميص هذا ممكن انه يتلبس حسن من تحت ونشدو هيدا بالعوينات ولا بالعقيدات، وعاوتاني حتى هو يجي مزيان، يعني على حسب كل واحد والذوق ديالو.